مقترحات تانية غير هدول الأربعة. هدول الأربعة حسنوا كتير طبعاً، كانوا هدول أساسيات، بدون هدول بقدرش أعمل، بدون واحد واثنين ما بقدر أعمل أي شيء، ملوش معنى لهذا. يعني أول position لحاله بدون direction ملهاش معنى. هلا position و direction مكنني أني أعمل basic allocation، حسنته بإني عرفت registered car calls. هلا إذا registered car call بيجي مع landing call it makes sense أن أحطهم مع بعض. يعني اطلعوا مثال، خليني أمحي هدول، أمحي هدول وأمحي هاي وأمحي هدول الكار كولز. نفترض في عندي هلأ كول للأب هون موجود، حسب الرينج سيلكتر مين لازم أعطيه؟ لمصعد A مش هيك؟ لكن جيت وجدت إنه مصعد B مش بعيد كتير وراه، هذا نسميه A B وهي C وهي D، وجدت إنه D مش بعيد كتير وراه، ودي أصلاً في لاندينج كول هون، كار كول هون. ممكن it makes sense إنه ما أخلي A يوقف عند اللاندينج كول هذا، لمين أعطيه؟ هو دي أصلاً بده يوقف هون، ليش أسبب توقف إضافي؟ مش لو أعطيت هذا اللاندينج كول لA راح يوقف A هون وراح يوقف D أصلاً هون، فممكن أوفر وأختصر وأحط A يخدم هاد مثلاً وهاد، فA راح يأخذ هذا الطلب وراح ياخذ هذا الطلب. شو راح يصير بالباسنجر اللي بيستنى هون؟ راح يعدم عقله لما يشوف هذا مر من قدامه، مزبوط؟ راح يشوف هذا مر من قدامه ما وقفش مش هيك، بس هو عارف انه دي اللي راح يجي، مزبوط؟ اوكي، هاي ات ميكس مور سنس، لكن سايكولوجيكلي فيها مشكله طبعا. اذا الخدمه بشكل عام كويس راح يتحمل الباسنجر، اذا شاف هذا مر امامه ما وقفش راح تسبب مشكله، راح تسبب فرستريشن عنده، راح يبين انه السيستم مش شغال. ولذلك في اشياء كثير بناخذها بعين الاعتبار، بس هاي احد الاشياء الواضحه انه هون احسن انه هذا يخدم هون وهدول التنين يخدموا هدول التنين اللي موجودين هون. ايش كمان عندنا اشياء ممكن نعملها؟ ايش في معلومات اضافيه غير هاي الاشياء؟ هي اربع اشياء. نعم؟ تمام. هلا اذا قدرت الالتيميت او خليني احكي عن شغله بعدين باجي للنقطه اللي انت حكيتها. هلا اذا قدرت اني اعرف هذا انا مشكلتي هون، بعرفش قديش عدد الناس اللي واقفين جنبه، مزبوط؟ يعني ما بقدر اعرف هذا الكول ممكن في جنبه اربع اشخاص، ممكن شخص واحد، ممكن ثمانيه، انلايكلي ثمانيه، بس ممكن يكون اربعه وواحد وثمانيه، مزبوط؟ اذا قدرت اعرف قديش عدد الناس ممكن اخذ هذا بعين الاعتبار انه لما اوقف هون راح يطلع عندي ثلاث باسنجرز او اربعه او خمسه. كيف ممكن اعمل؟ ايش احد الطرق اللي ممكن اعملها؟ كيف ممكن اعرف عدد الناس؟ كاميرا تمام. الطريقه الوحيده العمليه ممكن احطها اني احط كاميرا في اللوبي. هلا مشكله الوحيده بالكاميرا ما بتبين لمين طالع ومين نازل، رح تبين المجموعه كلها اللي موجوده، بس ممكن تعطيني فكره عدد الناس اللي بيستنوا. بنسميها احنا بالتعبير بنقول بيهايند ا كول، يعني ورا هذا الطلب اللي هو طلب واحد في اربع باسنجرز او خمسه او سته. نعم. الكاميرا بتكون اوت الكار يعني، بس على اللاندنج بالضبط، موجوده على اللاندنج. تمام. وفي ناس عملوا ريسيرش، لوت اوف ريسيرش، مش منتشره كثير يعني، لان هلا لانه اجى السيستم الاحدث اللي حكى عنه كريم، اللي انا بسجل اصلا وين رايح وعدد الناس اللي، بس هاي راح تكون كمان بارامتر. فبارامتر هون موجود اللي هو نمبر اوف باسنجرز بيهايند، راح احط انا كلمه بيهايند، انتم فاهمين ايش يعني بيهايند؟ بيهايند مش وراي يعني، لاني انا مش شايفهم، هم كانهم متخبيين ورا هذا الطلب، فبسميها بيهايند. بيهايند اي لاندنج كول. وايش اعلى شيء؟ اني احط الديستنيشن اوف ايتش باسنجر. حتى لما احط الديستنيشن يعني ممكن يكون في اكثر باسنجر. لا لا، ما هو المفروض اذا سجل مظبوط يسجل الديستنيشن تبعته وعدد الناس اللي معاه بالمجموعه. ولما يجي باسنجر جديد ما بيعرفش انه في واحد اوريدي مسجل، لازم يسجل له، ما بصيرش يساله يقول له انت طلبت هذا، بقول له انت وين رايح؟ على سته، خلص انا بروح معك. ما بصيرش يعمل هيك. نظريا، عمليا بصير طبعا، الناس بيشتغلوا بنفس العماره وبيعرفوا بعض وهيك. نظريا المفروض اذا السيستم بده ياخذ المعلومات الصحيحه المفروض اعرف عدد الناس اللي رايحين على هذا الطلب واعطيهم الهاي. هلا هو اللي راح يصير احتمال كبير راح يسجل، راح يقول له خذ ايه، وهو اوريدي معطي ايه للثاني، فالتنين راح يطلعوا بايه، المصعد A. إذا هون بيحسب عدد كم مرة كبستين؟ ليش هو مش بس عدد الكبس، هو كل مرة بيجي باسنجر بيكبس وبقول له انه رايح هون، بقول له روح على المكان الفلاني، روح على المصعد الفلاني وسجل عنده انه في كمان واحد. هو راح يسجل، يعني راح يعرف انه هاي، فافرض أربعة كبسوا كل واحد لحال، أو إجا واحد كبس وقال أنا في معي 3 باسنجرز، يعني هي الكيب هذا بيسأله بقول له كم باسنجر معك؟
اذا قال له واحد حتى لدرجه هدول صار كمان بيقدر يعرف يقول انا ويل شير معي ويل شير ولا لا او انا في ويل شير. اذا كبس انه في ويل شير شو راح يعمل؟ راح يعطيه وقت اكثر مثلا في فتح الباب وتسكيره مثلا، يعني ممكن ياخذ بعين الاعتبار انه هذا الباسنجر في ويل شير. اذا ديستنيشن and number of all passengers behind the landing cone. إذن هذا صار عندنا هدول الستة، هدول الستة إذا وصلت المرحلة هاي تقريبا أنا وصلت مستوى متقدم جدا من الالوكيشن. هذا اللي هو اسمه destination group control. نشوف كيف تطورنا بالمراحل هاي من المرحلة البدائية جدا. حتى بتعرف انا يمكن لو ما حطيتش اثنين كان ممكن افرجيكم سيستم بدائي جدا، لسه بدائي اكثر من الرينج سيلكتر. الرينج سيلكتر في ايامه كان يعتبر شيء فخم بالنسبه للسيستم الاساسي هون. هذا السيستم الاساسي البوزيشن اوف ايتش كار كان يقسم العماره لتو سيكترز او ثري سيكترز ويخلي كل مصعد يوقف في سيكتر من السيكترز، فكانه بس عماله بيسال عن البوزيشن تبعه، وحسب البوزيشن تبعه اذا هو في السيكتر يعطيه اي طلب بيجي من هذا السيكتر، اللي هو اسوء لسه من الرينج سيلكتر لو كانش ياخذ الاتجاه بعين الاعتبار.